أهلا بكم. اتهم النائب عن كتلة النهج الوطني النيابي النائب حسين العقابي السلطات في كردستان العراق بالتسبب بخسائر فادحة لتجار العراقيين. وقال العقابي إن سبب خسارة التجار العراقيين هو عدم خضوع بعض المنافذ الحدودية في كردستان العراق لرقابة حكومية صارمة. وأضاف العقابي أن المنافذ الحدودية في كردستان العراق لا تعمل بالتعرفة الجمركية الموحدة، إضافة إلى وجود بعض المنافذ غير الرسمية مما يجعل التهريب سهلا، وهو ما يعود بالسلب على التجار الملتزمين. قال مجلس محافظة بغداد أن المحاضرين والتدريسين يتعرضون لظلم كبير. وأضاف المجلس أن الأجور صرفت للمحاضرين من أصحاب شهادات التربية ولم تشمل أصحاب الشهادات الأخرى. وألقى المجلس باللائمة على وزارة المالية لتقاعسها عن تطبيق الأوامر الإدارية بهذا الصدد. قال مصدر في وزارة الثقافة إن الوزارة سحبت العمل من الشركة المكلفة بتنفيذ مشروع مسرح البصرة ضمن مشروع الاحتفاء بالبصرة عاصمة الثقافة العربية. أضاف المصدر أن سبب القرار الذي اتخذته الوزارة هو إخلال الشركة المكلفة بالأعمال بالتزاماتها، إضافة إلى أن الخلافات مع نقابة العمال حول عائدية الأرض كانت أحد أسباب سحب المشروع. قالت وزارة النفط أنها وقعت عقدا استثماريا مع شركة البرهم لمشروع نصب وحدة الهدرجة وتحسين البنزين في مصفى كركوك النفطي. أضافت الوزارة أن الوحدة الجديدة تبلغ طاقتها التحويلية 12 ألف برميل يوميا من البنزين المحسن، فضلا عن نصب وحدة للغاز السائل بطاقة 160 طنا يوميا. أشارت الوزارة إلى أن العقد سيوفر البنزين المحسن بدرجة 95 أوكتاين وسيغطي جزءا كبيرا من حاجة كركوك والمحافظات المجاورة. يذكر أن العقد يبلغ قيمته قرابة 400 مليون دولار وسينفذ خلال 24 شهرا. قال تقرير لوزارة التجارة والصناعة المصرية أن صادرات مصر إلى العراق بلغت 311 مليون دولار بنهاية العام الماضي. وكشف التقرير أن أبرز الصادرات المصرية غير البترولية للعراق تمثلت في الأثاث ثم الأنابيب والمواسير والجبن المطبوخ. ومن بين الصادرات التي استوردها العراق من مصر على مدار العام الماضي بحسب التقرير مكسبات الأطعمة والشوكولاتة ومنتجات الكاكاو. ذكروا أنه قبل أسبوع بدأت مصر والأردن والعراق باتخاذ إجراءات تنفيذية لزيادة معدلات التجارة والاستثمار خلال الفترة المقبلة بين البلدان الثلاثة. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.